هذا سؤال يعني قد يكون يعني لا علاقة له علاقة مباشرة بالموضوع. يقول: نحن نقول في الذكر أصبحنا على فطرة الإسلام إلى أن قال وملة أبينا إبراهيم. يقول: ما الفائدة من قول وملة أبينا إبراهيم؟ ذكر العلماء أيها الأخ المبارك ثلاث فوائد. قالوا: الأول اتباعا للحديث. اتباعا لماذا؟ اتباعا للحديث. الثاني تعظيما وإقرارا بحرمة خليل الله إبراهيم، وقد كان خليل الله إبراهيم وافر الحرمة. الأمر الثالث تحقيق الأبوة الشرعية، فإن الله جل وعلا قال ملة أبيكم إبراهيم، فسماه أبا لنا، وهو أب لنا، أبوة شرعية وأبوة نسب لنبينا عليه الصلاة والسلام. وقد رآه في ليلة المعراج فقال له مرحبا، أي إبراهيم قال لنبينا عليه السلام مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ولا ريب أن النبي من عدنان، وعدنان من إسماعيل، وإسماعيل هو الابن البكر لرسولنا صلى الله عليه وسلم.